في شيء كنت فكرت هل أقول أم لا أقول، لكن الله شرح صدري أن أقوله. أخ يواظب على هذه الدروس لكن في رمضان يبدو يغيب، أخ أرجو أنه من الصالحين. في فترة من ذو لحية في فترة من الفترات رأيته وقد خفف لحيته تخفيفا شديدا، وقر في نفسه انتقاد عليه. طيب لماذا كنت يعني صاحب لحية وافرة، لماذا فعلت ذلك بنفسك؟ لو كنت من الأول هكذا لا بأ، لكن لم أذكر له شيئا، لكن ودخل في نفسي الاعتراض عليه. الباري عز وجل لا يريد أن يربيني، أن يؤدبني. نعم وابتليت بما انتقدت عليه هذا الإنسان. ابتلاني الله بحلاق أخطأ البارحة، نعم، فخفف من لحيتي أكثر من المعتاد ولا قبل لي بذلك، نعم. ورأسا بعدما تضايقت تذكرت سوء أدبي، نعم. الإنسان مو موجود لكنني سأعتذر إليه إن شاء الله. يا أخوان الإنسان ما ينتقد بخصوص الانتقاد بالقلب. بجوز تنصح بينك وبينه، تسأله تأخذ وتعطي معه. أما أنا دخلت في هذا وانتقدت وظنيت أني أنا يعني بانتقادي عملت شيئا سليما، لكن ها هو ذا الباري عز وجل ابتلاني بمثل ما انتقدت به هذا الإنسان. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب مع عباده. الحمد لله رب العالمين.